تم اليوم على بركة الله الانطلاق في عملية جمع الجلود، حيث تم تسخير يعني العوامل المادية والبشرية لإنجاح هذه العملية، يعني بالتنسيق مع الجزائرية الجلود التي بدورها سخرت جميع العمال، وضع برنامج يعني مستعجل لضمان جمع العدد كبير من الجلود بسبب ارتفاع درجة الحرارة. احنا يعني باشرنا العملية ابتداء من الساعة 10:30 صباحا، اين تمت بداية يعني دخول شاحنات جمع الجلود الى الوحدة، كما تم يعني الانطلاق في عملية فرز الجلود الصالحة والغير صالحة من طرف العمال، إضافة إلى أنه تم توفير عدة يعني إمكانيات من طرف القطاع. كل راهم مجندين العملية هذه بالوحدات نتاعهم، يلموا الجلود نتاعهم وكل في الوحدات هذوك في عين جاسر، في باريكا، في والولايات المجاورة، كل الجلود نتاعهم يتلموا على مستوى نتاعهم حتى الغدوة، ومن بعد يخيروا صدي الملاح يجيبوهم لهنا على الشاحنات، سواء كاين اللي نبعثوا لهم حنا وكاين هما اللي يتكفلوا بالعمليه يجيبوهم حتى لهنا ويعاودوا الخدمه تاعنا لوتري لهنا كيما شفتوها العمليه، باش يشوفوا المليحه واللي ماهيش مليحه، مالغري كاين بريمي تري في الولايات هذوك اللي يجيين عندنا لهنا.